بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل العنب الأخضر في صناعة الكثير من المستحضرات التجميلية الخاصة بالعناية بالبشرة، له أهمية ونتائج مبهرة. عصير العنب في هذه الوصفة رائع بخصائصه المغذية والمرطبة بنفس الوقت، يغذي ويرطب البشرة حول العينين، كذلك هو مكون طبيعي مضاد للتأكسد، يسمح في تجديد شباب بشرة حول العينين، ويزيل الانتفاخات والهالات السوداء، ويكافح الخطوط والتجاعيد العميقة وكذا الرفيعة، وكذلك يكافح قلت التجاعيد حول العينين، ومناسب جدا لصاحبات البشرة الجافة. طريقة استخدام هذا السائل للتجاعيد والهالات وانتفاخات حول العين: نأخذ العنب الأخضر، كمية من العنب الأخضر لا يهم كمية العنب، يمكن تجميد باقي السائل والاحتفاظ به في مكعبات في المجمد واستخدامه طولة السنة. لدينا به عدة ماسكات وكريمات بسائل أو مستخلص أو عصير العنب. نأخذ عصير العنب، هذه بذور العنب، ويمكن تصفيتها أو تركها مثل ما هي، ونأخذ قطن طبي يغمس في عصير العنب مباشرة بعد عصره ويكون بارد، يفضل وضعه في الثلاجة قبل استخدامه. ثم نقوم بدهن منطقة حول العينين جيدا، يفضل قبل النوم والمبيت به لغاية الصباح. إذا كنت مستعجلة أو عندك مناسبة، لأن النتيجة من أول مرة يمكنك ملاحظتها، اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها تغسل المنطقة وتجفف، وقومي بترطيب منطقة حول العينين. هذا الماسك يمكن استخدامه مرتين في اليوم إذا كانت التجاعيد عميقة جدا والهالات ظاهرة، استخدميه يوميا مع استخدام كريم واقي الشمس لمنطقة حول العينين لتفادي هذه المشكلة، مشكلة الهالات السوداء والتجاعيد طبعا قبل الخروج من المنزل. يجب المحافظة على النظام الغذائي والغني بالفيتامينات، خاصة الفيتامين ك الذي يلعب دور كبير في إزالة الهالات السوداء، والفيتامين A الذي يعتبر أو يسمى بفيتامين الجمال. دائما نحرص على ارتداء النظارة الشمسية التي تغطي منطقة ما حول العينين وتخفف من تأثير أشعة الشمس وتخفف التجاعيد. دائما نحرص على القيام بتمارين لمنطقة ما حول العينين تكون مدروسة بعناية، التدليك باستمرار بخفة لتنشيط الدورة الدموية وزيادة مرونة بشرة حول العينين. كذلك يجب تجنب الضغوطات والقلق والحزن الشديد، لأن تعابير الحزن على الوجه تزيد كثيرا من ظهور التجاعيد في تلك المنطقة. نكثر من شرب السوائل والعصائر الطبيعية والمياه طبعا لتخليص البشرة من السموم. نبتعد عن السهر ونحافظ على عدد ساعات النوم يوميا، ولأنكم تستحقون الأجمل والأفضل، دللوا أنفسكم بهذه الوصفات الطبيعية. ووصفة العنب، عصير العنب، رائعة جدا للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين. واستغلوا موسم وجود العنب وحاولوا تجمدوا كمية منه في المجمد لاستخدامه لوصفات التجميل. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك للبنات الصغار، للرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان. استمروا على هذه الوصفة، هي طبيعية آمنة وليست منها أي أعراض جانبية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس حتى تصلكم فيديوهاتي فور نزولها على القناة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.